الموضوع المهم اللي بنحكي عنه احنا ثبات جديد لما بيكون حاضر انه صاحب المهنة القصار يجي يقصر البيت ان كان سقف وان كان حيطان. يا عمار العمارين دبرنا قبل تشاري. المشكلة عندنا السقف بيمتص الحرارة الموجودة بقلب البيت وبفقدها لبرا. احنا مجبورين نعمل مع صاحب المهنة طريقة انه نحافظ على درجة حرارة البيت متوازنة. يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين. يا عمار العمارين. كيف الطريقة؟ انه ما ناخذ رمل وشمينتو وقصارة نقصر السقف كيف دارج باليوم الوضع الحالي عنا احنا، وينعمل دهان وقصارة، هذا ما بحافظ على درجة حرارة البيت. الطريقة الوحيدة انه ينعمل فرق فاصل بين البطون وبين اللي بدنا نعمل جديد اللي هو العازل، اللي هو موجود عبارة عن كلكر ابيض وتحتيه جبسين، والجبسين عليه طبقة من الدهان اللي تحافظ على حرارة البيت الى مدى طويل.